السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وفي وصفة جديدة على قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كلاص بثلاثة ديال النكهات، كيجي احسن من الجاهز، فعلا كيستحق التجربة، ان شاء الله تجربوه واكيد غينال اعجابكم. غادي نحتاج ليه في المقادير جوج علب ديال كريم شونتيي من وزن 100 غرام الوحدة، يعني في المجموع 200 غرام، كيتباع بالعبار. الا بغيتيو تاخدوه بالعبار خدو 200 غرام بالنسبة لهاد المقادير هادو، كل علبة فيها 100. وغنحتاج لتر ديال الحليب، ضروري يكون بارد والمكونات جميعها تكون يعني خديناها من الثلاجة تكون باردة باش الكريمة ديالنا تطلع. وعندي علبة ديال نستلي كراميل، غادي نحتاج غير النص ديالها، غادي نخلي منها شوية، ما غاديش نستعملها كاملة. وعندي نكهات، بالنسبة للنكهات كيف كتشوفوا معايا، عندي نكهة ديال الفاني ونكهة ديال الفريز ونكهة ديال الشوكولا. بالنسبة ديال الفانيلا غنحتاج ياغور ديال الفانيلا، كيس من السكر منسم ديال بالفانيلا، وكيس من فلان منسم بالفانيلا من وزن 2.5 غرام. وبالنسبة للنكهة ديال الفريز غادي نحتاج واحد ياغورت بمذاق ديال الفريز فراولة، وكيس ديال الفلان من وزن 2.5 غرام بنكهة ديال الفريز. وبالنسبة للمذاق ديال الشكلاط عندي واحد ياغورت ديال الشوكولا، فلان ديال الشوكولا من وزن 6 غرام، هذا فيه شوية كتر من ديال الفاني وديال الفريز. وعندي معلقة كبيرة ديال الكاكاو. غادي نستعمل العجانه، الا ما كايناش العجانه متوفره طربوا غير بالطراب الكهربائي، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه هي كتكون عمليه اكثر، الكريمه دغيا كتطلع وما كتحتاجش لشي مجهود. هنا غادي نوضع جوج اكياس ديال كريم شونتيي، انا استعملت جوج اكياس حيت بغيت نحصل على كميه كثيره. الا بغيتيو تعملوا غير كيس واحد ديال كريم شونتيي مع نص لتر ديال الحليب. غنضيف الحليب بارد، ضروري المكونات يكونوا باردين كاملين باش الكريمه ديالنا دغيا كتطلع، ما كتحساش يعني شي وقت بزاف ولا. وغادي نخلي العجانه ديالي تطلع ليا الكريمه حتى نحصل على واحد كريمه كثيفه، عاد نزيد بقيه المكونات. من بعد ما طربت الكريمه مزيان غادي نضيف نستلي كراميل، ما غاديش نستعمل العلبه كامله، غادي نخلي منها شويه وانتم لكم الاختيار. غادي ندير النص وغنزيد واحد معلقه على النص. وغادي نطرب الكريمه ديالي مزيان مع نستلي كراميل. من بعد ما طلعت الكريمه حتى حصلت على هذه الكثافه هذه كيف كتشوفوا معايا، غادي نقسمها على ثلاثه، غادي نحاول نعملهم يعني بنفس المقدار بسم الله باش كل وحده يعني نعمل لها النكهه ديالها. هنا كيف كتشوفوا قسمت الكريمه ديالي متساويه لثلاثه ديال بواطات، يعني قسمتها على ثلاثه. غادي نرجعها للاناء باش نضيف النكهات.
حاولت نعملهم متساويين. هنا غادي ندير نكهة ديال الشكلاط، غادي نضيف فلان والياغورت ديال الشوكولا، غادي نضيف الياغورت وكيس ديال الفلان من وزن 6 غرام. وغنضيف معلقة ديال الكاكاو، هذا الكاكاو مور. وغادي نزيد نطربهم مزيان حتى ينسجموا ليا المكونات. كيف كتشوفوا معايا احسنت على هذا اللون. بالنسبه للون لكم الاختيار، بغيتوه مغلوق اكثر تزيدوا شويه ديال الكاكاو، انا فضلته بهذا اللون هذا. غادي نكبوه في اناء، بسم الله. غادي ندير هاد البواطات اللي كيدخلوا المجمد، وهنا غادي ندير النكهة ديال فريز فراولة. بسم الله، ياغورت ديال فريز، وكيس ديال فلان ديال فريز. غادي نطرب المكونات مزيان مع بعض حتى ينسجموا حتى هما. بسم الله، هنا غادي نوضع كلاص ديال فريز حتى هو في بواطة. كتطلع لنا واحد الريحة ديال الفريز رائعة. غادي ناخد كلاص ديال اللي بغيت نكهو بالفانيلا. غنضيف واحد ياغورت نكهة ديال الفانيلا، كيس من السكر منسم بالفانيلا،
وجوج غراموس ديال الفلان، حتى هو نسم يعني فلان ديال الفاني. غادي نطرب المكونات مزيان مع بعض حتى ينسجموا. وغادي نكبو حتى هو في بواطا مذاق ديال الفانيلا، وغندخل المجمد ليله كامله. من بعد ما خليت لاكلاص في المجمد ليله كامله، حيدته من المجمد. غادي نحيدو السلوفان، عندي هذا ديال الفريز وهاد بواطه ديال الفانيلا، وعندي هذه ديال الشوكولا. انا هنايا استعملت ثلاثه ديال النكهات، الفاني والشوكولا والفريز الفراوله. وغادي نعمر لاكلاص ديالي في الكيسان. بسم الله. هنا كنت كنعمر الكيسان وتقطع لي التصوير. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص، ثلاثه ديال النكهات، كيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف الصراحه، كيستحق التجربه. ان شاء الله تجربوا واكيد غينال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعه، الى وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.